احنا اللي خرجنا باختصار شديد باش ما نطولوش، اللي خرجنا للشارع هي الكرامه. السبب الخروج ديالنا هو الصدور ديال داك النظام ديال المآسي، ما يسمى بالنظام الاساسي الجديد ديال الخاص بالرجال والنساء التعليم، اللي هو نظام ديال الحقره، نظام ديال الحيف، وبالتالي حنا لن نعود الى الاقسام الا وكرامتنا وحتى نكون مرفوعي الراس. بالنسبه للزياده ديال 1500 درهم ولا ديال 2000 درهم، حنا ما خرجناش من اجل الزياده في الاجور، ولكن المطلب الاول والاخير اللي كان هو المطلب ديال الكرامه. بالنسبه للحكومه الا تستهمنا باللي احنا خلينا الاساسي التلاميذ ديالنا رهائن، بل هي بالعكس، لان الحل بيد الوزاره وليس برجل التعليم. كان على الحصاره، كان على الوزاره ان تقوم بالحل منذ الاسبوع الاول. شكون هو ذاك الحل؟ سحب ذاك النظام الاساسي، تراجع البنود ديالو، وبالتالي حنا كاساتذه يمكننا نخرجوا المراجعه ديال النظام الاساسي لا ينبغي ان تكون في غياب المعنيين بالامر. شكون هما؟ هما نساء ورجال التعليم. ذاك النظام الاساسي هو الدستور ديالنا، هو اللي تينظم له، هو اللي حنا اللي تيعنينا. ما يمكنش شي واحد ينظر في بلاصتنا، لان اللي راه في النقابه ما كاينش في الجبل، اللي راه في النقابه ما راهش تيعاني، اللي راه في النقابه ما تيقريش 50 واحد في القسم، اللي راه في النقابه ما تيحش بالوضعيه كما تنحسوا بها حنا. اذا الا بغات الوزاره دير شي حل، ساعن ولا تجلس مع الناس المعنيين بالامر ديال التنسيقيات، التنسيقيه اللي عندها قواعد واللي عندها شرعيه. النقابات عندها شرعيه قانونيه، والتنسيقيات عندها مشروعيه نضاليه. اشنو بغيتوا؟ بغيتوا الشرعيه وسيروا معها، يبغوا يدخلونا. يلاه يدخلوا لنا عندهم شي شرعيه، حنا عندنا المشروعيه. وبدون هذه التنسيقيات ما كاين حتى شي حل. ما يمكنش التفاوض في غياب التنسيقيات، ما يمكنش التفاوض في غياب في على لسان التنسيقيات، المعنيين بالامر هما التنسيقيات. وبالتالي حنا ما تنقولوا لا سنه بيضاء، المكان الطبيعي ديالنا هو القسم. نحن ارغمنا على النزول الى الشارع. من ارغمنا هو التعنت واللامسؤوليه والتهاون والاستهتار ديال الوزاره بالقضايا ديال الشعب. إذا كان التعليم هي القضية الثانية بعد الوحدة الترابية، فأنا ما أنا تنستغرب، أنا لا يشرفني هذه الحكومة تبتلني بعدها. إذا كان التعليم القضية الثانية وهاد ثلاث شهور ولا شحال من مدة ومازال ما لقاش الحل، إيوا الغالبة إلا الله. هذا الشيء اللي كاين. نحن في التيران، نحن في الميدان، إلا باسترجاع الحقوق ديالنا كاملة ومشروعة. هذا الشيء اللي كاين. ما خناش. حنا براسي أنا عندي وليدات في التعليم العمومي، راهم جالسين حتى هما. ولكن ماشي بيدنا حنا، بيد الوزاره دير لنا الحل وحنا نرجعوا للاقسام ديالنا. وتحيه لداليا. شكرا.